مرة واحد كان جعان قوي، أكل رغيف كامل كامل، مات من الجوع. مرة واحد كتب على حيطة معرفش يطلقها. مرة واحد أقرع، مرة واحد أقرع اتزحلق وقع على راسه، اتزحلق تاني. بيقول لك واحدة ست بخيلة قوي جلدة ما عندهاش هزار في الفلوس، قامت منادية بنادية على ابنها، قالت له تعالى لي هنا، هتنزل تجيب تلات رغيفة بس، واحد ليك واحد لابوك واحد ليا، تلات ثواني تكون قدامي. بعد ما الولد نزل قام طلع من البلكونة بسرعة، قالت له يا محمد ما تجيبش رغيف التالت، أبوك مات. مرة واحد خلقه دق عليه اداله خد صغير. واحد غبي قوي نزل المترو لوحده قام شاري تلات تذاكر. واحد استغرب قوي قال له يا كابتن هو انت ليه شاري تلات تذاكر؟ قال له عشان لو التذكره الاولى ضاعت يبقى معايا التانيه. قال له طب يعني طب ولو التانيه ضاعت؟ قال له اه ما انا شاري يعني لو ضاعت مني التانيه يبقى معايا التالته. قال له طب لو التلاته ضاعوا؟ قال له لا ما انا عامل اشتراك. واثق. طب واحد غبي غبي قوي برضو اشترى تاكسي، طول ما هو ماشي في الطريق كل واحد يقول له تاكسي يضحك يقول لهم عارف عارف. بيقول لك صحة مدمنين بس فيها مدمن غريب قوي، مدمن انترنت. فالدكتور مش عارف يعمل معاه ايه، فقعد يجرب يجرب واخر ما زهق راح مديله لينك في الوريد وشربه شات بلبن. طب مرة رسام، مرة رسام اتشنكل وقع على الأرض، أرض فن. حشش ماشي في الشارع فوقف تاكسي قال له بقول لك يا ريس تاخد كام وتوديني فين؟ قال له هات اللي تجيبه وانزل هنا. بس مش قادر. طيب دكتور سنان ولاده بيتخانقوا مع بعض عمال يزعق فيهم مش سامعين، فرح لهم مش معجون جيتك ادوني فرشه اتكلم.